ريهام سعيد تكشف عن معاناتها من السحر الأسود. أعلنت في بث مباشر عبر فيسبوك ما تعرضت له من أزمات بسبب السحر، وأكثر من شخص بيقوم بعمل السحر لإلها بغرض إيذائها. إليكم تفاصيل الواقعة اللي أعلنتها ريهام سعيد. خرجت ريهام سعيد في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفجر، وأكدت إنها بتعاني من سحر أسود هدفه وقف الحال والعمل والمرض والطلاق، وبسبب هذا السحر لا تستطيع الصلاة ولا قراءة الأذكار والتسبيح. تأكد لريهام إنها بتعاني من سحر أسود من فترة، وكل ما تم فك السحر بتقوم الجهة اللي أعدته بتجديده مرة أخرى، وحكت إنه يوجد أكثر من جهة بتأذيها بالطريقة نفسها ولأسباب مختلفة. كشفت إن واحدة من الجهات اللي بتعدلها السحر زميلة بتريد إيذائها في حياتها. لم تحاول فك السحر لأنه جميع الشيوخ اللي التقتهم لا يعملون في الدجل والشعوذة. توقعت ريهام إنه إحدى الحلقات اللي قامت بتصويرها لبرنامجها لها علاقة بالسحر اللي بتعاني منه، حيث زارت منزل 5 فتيات حكولها إنه تحت منزلهم أثار وأصبنا بمس بسبب هذه الواقعة. أوضاع ريهام سعيدة صحية غير مستقرة من فترة، فحكت إنها أصيبت بوباء فيروس كورونا من فترة، وبسبب تدهور حالتها الصحية تم نقلها لغرفة الرعاية المركزة لعلاج التضرر اللي حدث للرئتين. الوعكة الصحية أثرت كثيراً على حياتها، فأكدت ريهام إنها خلال هذه الأزمة بدأت تراجع حساباتها في الكثير من المواقف، وتمنت للجميع حياة جيدة خالية من الأمراض، وتمنت من الله إنه يحسن خاتمتها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.